اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في موجز لاهم الانباء كنقدموا لكم من شوف تي في. علمت شوف تي في انه تجرى في هذه الاثناء مواجهات بين معطلين ورجال الامن على مقربه من مجلس المستشارين، حيث مباشره بعد تقاتل معطلين امام باب مجلس المستشارين للاحتجاج كعادتهم للمطالبه بتشغيلهم، قام رجال الامن بمنعهم شيء اللي دفع بعض المعطلين الى رشق رجال الامن بالحجاره، وسنوافيكم بتفاصيل اكثر عن هذا الموضوع. أجرى وزير الاتصال ناطق رسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي اليوم ببروكسل مباحثات مع رئيس مجموعة العلاقات مع الدول المغربية في البرلمان الأوروبي بيير أنتونيو بانزيري، تناولت عدة مواضيع تهم المنطقة المغربية عموما والمغرب على وجه الخصوص. وصرح الخلفي في ختام اللقاء بأنه بحث معه محاور الأوراش الكبرى اللي انخرط فيها المغرب مختلف المجالات والإدارة الصادقة للمملكة في تسريع مسلسل الإصلاحات للاستجابة لتطلعات المواطنين. أعلنت مديرية الخزينة المالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية اليوم أن القيمة الإجمالية التي انتهت إليها نتائج مناقصة سندات الخزينة لجلسة 7 ماي بلغت 4.2569 مليار درهم، وكيتعلق الأمر بسندات تم إصدارها على التوالي ب 350 مليون درهم بمعدل 3.97% وب 2.41 مليار درهم بالنسبة لسندات البالغ مدة استحقاقها 26 أسبوع بمعدل 4.14% و 346.9 مليون درهم بالنسبة لسندات البالغ مدة استحقاقها 52 أسبوع بمعدل 4.254%. أبدى نادي مارسيليا الفرنسي رغبة ديالو في ضم المهاجم المغربي مروان شماخ إلى صفوفه بداية من الموسم الرياضي المقبل، إذ وضعته إدارة النادي في قائمة مع مجموعة من اللاعبين الآخرين المرتقب جلبهم إلى الفيلودروم. ويعاني الدولي المغربي منذ انضمامه إلى فريق أرسنال قادم إليه من بوردو الفرنسي من قلة تنافسية، إذ ظل لفترة طويلة حبيس في كرسي البدلاء قبل أن يلقى نفس المصير بعد انتقاله إلى ويست هام على سبيل الإعارة. للإشارة فقائمة لاعبين اللي وضعتها إدارة مارسيليا للتعاقد معهم صيف المقبل كتضم أيضا المغربي عبد الحميد الكوتري مدافع نادي مونبوليي الفرنسي. وبالخبر يدي كنختموا معكم موجزنا، كنشكروا لكم طيب المتابعة، في أمان الله.